معانا برضو مقارنه مهمه جدا 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 ما بين صانع اللعب هنا وصانع اللعب هنا. ما بين صالح جمعه وما بين محمد ابراهيم. مهمه قوي يعني. صالح جمعه لعب 12 مشاركه بس. وصالح هيلعب، صالح هيلعب النهارده يعني لسه. وليد سليمان 50-50 يا وليد يا صالح. بس صالح طبعا نوعيه اللي هي المركز بتاعه الاصلي اللي هو صانع اللعب، ومحمد ابراهيم هو صانع اللعب بتاع نادي الزمالك. هنلاقي ان توقع اللي انا هقوله ده توقع مش حاجه يعني، مش معلومه ولا حاجه. انا متخيل ان هو هيلعب بنفس الماتش اللي فات، بنفس التشكيل بدايه المباراه في الماتش اللي فات، ويخزن صالح في الشوط الثاني. ده توقع ده ولا ليس، ما عنديش اي معلومه ولا سالت حد ولا تمام. لكن ده توقع مني انا شخصيا يعني. صالح جمعه لعب 618 دقيقه، لعب اقل من محمد ابراهيم. محمد ابراهيم لعب 894 دقيقه. صالح مسجل 2 وصانع 3، وصانع كام فرصه؟ 15 فرصه، ولعب دقايق اقل يعني حوالي 200 دقيقه فرق ما بينهم، اكتر من 200 دقيقه كمان لصالح محمد ابراهيم. محمد ابراهيم لعب اكتر. محمد ابراهيم عنده الاسيست 4 اسيست، ما جابش ولا جون، صانع 8 فرص. بالنسبه للمحاولات على المرمى صالح 11، محمد ابراهيم 12. صالح دقته اعلى وعدد المراوغات عند محمد ابراهيم اعلى طبعا لانه لعب عدد دقايق اكتر، ولكن المقارنه بتاكد ان صالح لو كان يعني لو كان لعب اكتر كان واضح ان هو ارقامه هتبقى اعلى بكتير من محمد ابراهيم. والفعاليه كمان عند صالح جمعه والتاثير مهم جدا، وواحد من افضل اللعيبه المميزه بالتمرير الطولي في مصر صالح جمعه، وبالتاكيد سواء بدا او حتى كان ورقه على الدكه بتبقى ورقه مهمه جدا.